يا اهلين وسهلين بالشباب، نور البيت والله. الحمايه تبعكم بتحبكم، ما في شيء من واجبكم. كوسا محشي يا مو، نزلي لهم الكوسا محشي من الكبخ. المرة ما زبطت حظكم حلو. اشحطوه. لك وين عم تشحط انت وياه؟ بعد هيك لك اترك اترك لك على لك يمين لك على يا ابو بوسي لك انت جاي لك وين عم يا ابو بوسي شايف اللي فيه خلص روحي خلوني معه راجلك انا ابو راجلك خلاص يمين لك على المحل تخلع له كتفه ان شاء الله كل كتفه خلاص يا ابو بوسي ايدك عامل لك فوتي لجوا وطني شحط لك هيك بوسي لحالك بعد هيك والله ما يوفقك الله يسلمك سيدي بدر الدين الزين احد المشاغبين اللي تعذبت قواتنا حتى قدرت تعتقله. شو عامل؟ طعن عدد من جنودنا ما ادى لوفاته. داعي لقتل جنودنا يا بدر؟ بدك الصراحة سيدي. طبعاً. حبيت رد لكم ياها باردة سخنة. والأسباب؟ جماعتكم قتلوا الوالد. والأسباب؟ لأنه الوالد كان يقتل فرنساوية. برافو برافو. يعني انت بتلاقيها حلوة جماعتكم يقتلوا الوالد وانا كنا على الجرح. واكتفيت قتل ولا لسه؟ بصراحة كنت ناوي زيد الدار تارين وقتلي 20-30 جندي، بس شوفت عينك كمشت. راسك حيوان. مقبولة منا. خلاص. كمان مقبولة منا. بدك تخرس ولا لا ولا؟ راح تخرس ولا لا؟ يعني أنت بتلاقيها خرس. بزمتي وديني عندي غلاوتك.